اليوم انا جاي احكي بشارة كثير مهمة وكثير ضرورية بتهم كل حدا فعليا، خصوصا الناس اللي بتتابع القناة اللي احنا عم نحكي فيها واللي عم بتتابع القناة لحتى تساعدهم في ايجاد وظيفة، خصوصا الناس اللي بيحبوا انهم يلاقوا وظيفة في دولة قطر. انه الحكومات بلشت تقرر انه تفتح المطارات والسفر يصير متاح، وهذا الحكي من شهر 7، غير انه في دول اصلا فتحت المجال انه الناس تسافر عليها. وكمان هذا الحكي معناه انه انت يا صديقي اللي انت قاعد بتدور فعليا على وظيفة، قربت عملية السفر. شو اللي بضل؟ خلينا نروح على الفيديو. لكل حدا سأل وبسأل، هل في وظائف وفرص عمل في دولة قطر؟ وهل هي متاحة؟ وهل ممكن احنا نلاقي هاي الوظائف ونيجي على دولة قطر؟ طبعا ما راح اعمل لك عالم وردي معلم، وراح احكي لك انه لسه المطارات ما فتحت للناس اللي بتيجي على دولة قطر، اللي لا هم مقيمين في دولة قطر وهم مش مواطنين في دولة قطر. هدول لسه لحد هلا ما بنقدر نطلع لهم فيزا ونحكي لهم تعالوا احنا بدنا اياكم تشتغلوا معانا، لسه المطارات ما فتحت لهم. اما المقيمين والمواطنين اللي عالقين في بلدان ثانيه، فبلشت او تم اصدار قرار انه بيقدروا يرجعوا لدوله قطر بشروط معينه وبتاريخ معين. بس لسه موضوع الحجر ال 14 يوم اللي الكل بيسمع عنه، انه انت لما تسافر من بلد لبلد بدك تخضع لحجر في فندق معين او في مكان معين لغايه 14 يوم، وانه لازم يكون في فحص كورونا لهذا الشخص اللي جاي، هذا الحكي لساته موجود. وهذا من قرار انا قرأته مبارح او اول مبارح، وهذا الحكي حيز التنفيذ، يعني نزل على حيز التنفيذ. وهذا الحكي شو معناته؟ معناته انه راح يكون فتح المطارات قريبة، وعملية الدخول للبلدان راح تصير بشكل اوسع واكبر تدريجيا، بداية من خليني احكي شهر 7 اللي هو بعد كم يوم يعني. وغير هيك كمان اللي بدي احكي لك اياه، انه في دولة قطر عملية انفتاح البلد اكثر وعملية فتح النشاطات التجارية والاعمال وغيرها هي عم تتدرج حاليا، بلشت من شهر 6 وعم تتدرج بالاشهر لغاية 1/9، على الاغلب كل اشي راح يرجع للوضع الطبيعي. وهذا الحكي معناته انه خلال شهرين خلينا نحكي الامور راح ترجع تفتح ان شاء الله، اذا ما صار اي انتكاسة في الدول العالم بسبب فيروس الكورونا. هذا الحكي معناته انه انت هلا لازم تبلش. شو يعني انك هلا لازم تبلش؟ يعني دور على الفرص المتاحة اللي في مجال عملك او في العمل اللي انت اصلا بتفكر انك انت تدور عليه وانك انت تيجي تشتغله في دولة قطر. بحكي لك اياه اكثر من ناحية المشاريع. من ناحية المشاريع الهندسية حاليا تم ترسية عدد كبير من المشاريع، والمشاريع اللي كثير كبيرة اصلا على عدد من المقاولين وعدد من شركات الاستشارات الهندسية، سواء في الابنية او في الطرق او في اللاندسكيب او في الحدائق او في المشاريع الكبرى، تم ترسيتها على المقاولين. وعم بنشوف توجه يعني كبير باتجاه انجاز هاي المشاريع. وهذا الحكي شو معناته؟ هذا الحكي معناته كل الوظائف اللي ممكن تشتغل في شركات الاستشارات الهندسية او المقاولات او المقاولات الرئيسية او المقاولات الفرعية او المكاتب الهندسية او غيرها، انت حاليا ممكن تلاقي فرص كثير منيحة في دولة قطر. وانا لما احكي شركات هندسية والشركات اللي انا حكيت عنها والمقاولات، مش بس قاعد بحكي عن المهندسين تحديدا، ومش بس بخص مهندسين العمارة او مهندسين الستركتشر او مهندسين whatever، لا، انا قاعد بحكي لك عن كل التخصصات اللي ممكن تشتغل في هاي الشركات. طيب يا جاسر، ما انت قاعد بتحكي شركات هندسية ومقاولات، يعني مين غير المهندس بده يروح يشتغل فيهم؟ انا بحكي لك مين غير المهندس بده يروح يشتغل فيهم. بده يروح يشتغل فيهم موظف في الموارد البشرية، موظف في البروكيورمنت او المشتريات او whatever، موظف في مجال التندرينج والكونتراكتنج والى اخره. مش شرط يكونوا كلهم مهندسين، يعني اوكي ممكن يكون مهندسين بس مش شرط يكونوا كلهم مهندسين. كمان في مجالات ثانية ممكن تشتغل في هاي الشركات، دوكيمنت كنترولر مش شرط يكون مهندس، محاسبة، اي تي، مراسلين، امن وسلامة، موظفين امن، موظفين حماية، يعني كل هذول راح ينطلبوا للمشاريع اللي قاعدة تنفتح، واكيد للشركات وشركات المقاولات اللي قاعدة تشتغل في هاي المشاريع اصلا اللي فتحت ليتلي، واللي اصلا تم استئناف العمل فيها، كانت فاتحة من زمان وتم استئناف العمل فيها، فأكيد راح يطلب موظفين في كل المجالات. وأنا مش مضطر اليوم كمان أحكي لك أنت كدكتور أو كممرض أو كصيدلي أو كموظف في مختبرات تحاليل قديش في طلب على هذا المجال، خاصة
بعد فيروس كورونا، يعني هو مصائب قوم عند قوم فوائده، فأكيد في طلب برضو على هاي التخصصات. بس بدي أحكي لك إنه مش بالسهولة اللي أنت متخيلها، مش راح تكبس على جوجل انتر تطلع لك الوظيفة تقدم يحكوا معك، لا مش هيك الموضوع. انت بدك تتعب على الموضوع. اول شيء جهز لي السيرة الذاتية تبعك او السي في تبعك بشكل كثير مرتب. ارجع شوف الفيديوهات اللي حكينا فيها انا ووفاء عن موضوع السي فيز وعن موضوع الاتش ار شو بيطلبوا الى اخره، وجهز السي في بناء على هذا الحكي. شغلة ثانية، اذا ناقصك سكيلز معينة اشتغل عليها. رجاء انا ما عم بحكي من منطلق انه انا بس عم بحكي، انا عم بحكي عن تجربة وانا عايشها في دولة قطر. مثلا المهندسين، انت مفكر انه انت لما يطلب منك عدد سكيلز معين انه هو طالب رائد فضاء، لا حبيبي، هو مش طالب رائد فضاء، هو طالب المهندس اللي فتس بهذا المكان، اللي بيجي بهذا المكان. كل السكيلز اللي انت معتبرها انك انت مش لازم تكون عارفها او انا بتعلمها في الشغل، ما راح يستنى عليك تتعلمها. يقول لك تعال لو اتليست عارف عنها، بتقدر تاخد وتعطي فيها، عارف مصطلحاتها، عارف الميثودولوجيز الموجوده فيها، عارف البروسيجرز كيف تمشي، عارف كيف تستخدم الشغلة الفلانية، ساعتها اوكي عنده وقت يضيع مجال او يضيع وقت عنده انه هو يعمل معك الانترفيو، ويضيع وقت الناس اللي راح تروح تعمل لها الفيزا، الناس اللي راح تحجز لك التيكتس والى اخره، ويدفع لك الراتب اللي هو بده يدفع لك اياه، لانه هو اصلا المشاريع فاست تراك على الاخر، يعني هي تكة وبدها تمشي وبدها تتسلم، فما راح يستنى عليك تتعلم مرات في البروجكتس اللي هو جايت له، بده يخلص عشان يقدر يسلم. وهذا الحكي بينطبق على كل التخصصات الثانية. تعلم، سوي السي في تبعك، خد المهارات اللي مطلوبة منك، مارسها حتى لو مش عم تشتغل يا عمي، مارسها شوي ساعة أو ساعتين في اليوم، خليك أنت تسقل مهاراتك، السكيلز اللي أنت شايف إنها بعيدة عنك، لا هي مش بعيدة، إحنا بدنا إياك إنك أنت تكون بتعرف تعملها عشان أنا أقدر أوظفك، غيرك أنا ما بدي إياك تشتغل معي. أنا كصاحب هذا الشغل أو أنا كمدير مشروع عم بوظف هذا الشخص، أنا بدي إياه يقدر يسوي لي المهام اللي أنا مطلوبة منه، سواء رائد فضاء ولا مهندس، أنا بدي إياك تعرف. فهذا الحكي كله اللي أنا أصلاً حكيه في كل الفيديوز اللي قبل، هسا أجا وقته، جهز كل هذا الحكي معلم، وهلا بلش دور على الشركات وأعمل أبلاي للجوبس اللي موجودة على الإنترنت. تابع لينكد إن اللي بيحكي لك لينكد إن مش مهم، هو بس موقع مباركات ومش عارف تردش. أنا لما بدي أوظف أنا بنزل الإعلانات على اللينكد إن، وكل السيفيز اللي بتجيني بتجيني عن طريق إعلان اللينكد إن، فتابع لينكد إن منيح. وغير هيك تابع وقدم على كل مواقع الشركات اللي انا حكيها اصلا في فيديوز قبل معلم، ارجع للفيديوز اللي قبل وشوف المواقع اللي انا حاكي عنها، ادخل عليها ودور على الشغل اللي موجود عليها. وكمان غير هيك، انا للناس اللي كانت عم تبعت لي على الشانل او على الايميل او على الفيسبوك، عملت الويب سايت اسمه www.jisobuy.com، موجود عليه عدد هائل من الملفات اللي راح تساعدك انك انت توصل للمعلومات اللي موجوده للشركات اللي ممكن تتواصل معها، وبأسعار رمزية، أسعار رمزية. ادخل شوف شو التخصص اللي بدك إياه، على أي فايل أنت بتدور، خذ الفايل وابعت لكل الشركات، موجود الإيميل وموجود الموقع الإلكتروني، موجود رقم التلفون والفاكس وكل معلوماته وكم مشروع عندها. ادخل معلم، أنت ما عليك إلا أنك أنت تقعد وتبلش تتراسل معهم ورن عليهم، ضيع شوية فلوس على أنك أنت ترن عليهم، هاي كيف حالكم، هل موجود عندكم وظيفة او لا، راح يقول لك ابعت السي في، بس انت استفسر في وظيفه او ما في وظيفه وشو السكيلز اللي مطلوبه. بهاي الطريقه انت ادخل على الشركات انك انت انا جاي اشتغل عندكم معلم، ما تقعد وتحط اجر اجر وتقول ما في شغل، وهيني عم بحكي لك في شغل وفي وظائف، بس بدك تتغلب وراح تتغلب منيح لحتى توصل للوظيفه. معك شهرين لثلاث اشهر من هون لتفتح المطارات، دور منيح، لانه اذا ما لقيت انت غيرك راح يلاقي، واذا ما اجيت انت غيرك راح يجي، وما حد راح يستنى عليك على ما تاخذ نفس وتغير المود تبعك وتشرب قهوه وبعدين تقول اه بدي ادور. لهون بقدر احكي لك يعطيك العافيه وبالتوفيق، وخليني اشوفك في دوله قطر. سلام.